كرة نهلة. يعني زي ما أشار الدكتور ياسر، ممكن نعمل تقييم لهذه الأرقام بتعكس إيه في المجتمع المصري؟ هل المجتمع المصري ليه خصوصية في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصية نفسية مثلا، ولا يعني زيه زي أي مجتمع آخر في أي مكان في العالم لديه حاجة للتواصل الاجتماعي في القرن 21 عن طريق هذه المنصات؟ يعني خليني أقول إنها قضية مهمة جدا في الوقت الحالي، ولدرجة إن كل يعني التشخيصات في الطب النفسي بدأت تدرك استخدام الإنترنت لفترات طويلة ضمن تشخيص إدمان استخدام الإنترنت، حسب عدد الساعات اللي الشخص بيقعد عليها، حسب اهتمامه، لو الواي فاي انفصل او الموبايل بتاعه او اللابتوب بتاعه فصل فمش قادر يتعامل، فبيبقى عنده لهفة انه لازم يرجع له تاني في اوقات معينة، مثلا هو قاعد بيشتغل او بيذاكر او نايم بيجري عليها. فالمشكلة مش استخدام الانترنت، المشكلة استخدامه ازاي وتأثير الانترنت على الشخص او الوسائل التواصل كلها على الشخص اللي بيستخدمها وعلى المتلقي اللي بيقرأ منك. طب دكتورة، امتى نقول انه هذا الشخص او ذاك مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي او على الانترنت بشكل عام؟ يعني التقرير اللي احنا بنتكلم عنه في المقدمة بيقول انه مصر احتلت المركز 11 عالميا بقائمة الدول الاكثر استخداما لمنصات التواصل الاجتماعي بمتوسط زمني يصل إلى 3 ساعات و11 دقيقة يعني يوميا خلال نفس الشهر. يعني هو حضرتك بتقول إن تقريبا في 50 مليون بيستخدموا في مصر، فمعنى كده إن عندك 50% من الشعب. اه بالظبط. وده نسبة كبيرة في المرحلة العمرية دي. ده مواقع التواصل الاجتماعي، إنما بشكل عام الدخول على الإنترنت هيبقى أكتر حسب طبعا. التقرير 75 مليون زائر خلال تلك الفترة. فدي نسبة أكبر. الحاجة التانية متوسط نبيعه 3 في التشخيص الطبي، لو قعد أكتر من 4 ساعات في 24 ساعة هو يعتبر مدمن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كان بيستخدم هذه الوسائل أو هذه المواقع التواصل الاجتماعي في غير يعني لا في 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 أهداف لا تتعلق بشغله مثلا، يعني تسلية هي مثلاً. برضو شغله ده لازم يبقى له ليميت. يعني أنا قاعدة بعمل سيرش على حاجة، قاعدة ببعت حاجة، قاعدة يعني بذاكر على السوشيال ميديا، لكن في الآخر أنت بتقرأ خبر، أنت بتعلق عليه، أنت بتعمل سيرش على حاجات ملهاش علاقة بشغلك. في بقى أنواع كتير من الإدمان ده، ممكن يبقى جيم بيعمل جيم، ممكن يبقى بتفرج على صور معينة، ممكن حاجات جنسية، ممكن بيقرأ أخبار معينة، ممكن بيبعت شات أو بيعلق على حاجات اجتماعية أو بيتواصل مع حد مش موجود أصلا قدامه أو ما يعرفوش. ففي أنواع كتيرة قوي من التواصل اتبحثت في الطب النفسي. يعني احنا جينا في فترات كده اعتقد 5 سنين الاخرانيين بدأنا نعمل رسائل ماجستير ودكتوراه وابحاث على طلبة الجامعة عندنا في كليات طب او في كليات ادبية، ونشوف الولاد دول بيقعدوا على الانترنت قد ايه وتأثير ده عليهم من ناحية التركيز، قد ايه بيتعرضوا لقلق واكتئاب، قد ايه بيجي لهم افكار انتحاريه، قد ايه بيعلقوا على اخبار ملهاش علاقه بمراحلهم العمريه، قد ايه بينعزل اجتماعيا لانه قاعد في اوضته ملوش علاقه ببقيه الاسره، قد ايه ما بقاش بيروح النادي، ما بقاش بيعمل رياضه، ما بقاش بيقرا، ما بيتحققش من الخبر، بيعمل اثاره للي حواليه بس، عايز يتكسب ماديا من القصه دي بدون ما يبذل مجهود في بروفيشن معين انه يتعلم ويشتغل. فبقت مصالح كتيره قوي بتدار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض شخصية أو لتوجيه مجتمع لثقافة معينة. يعني دي نقطة تانية في منتهى الخطورة، إنه الولاد دلوقتي بقوا مثلا بيجي على فكرة معينة ويبتدي يعلن إن أنا كده، ويبتدي يجيب أخبار ويبتدي يجمع صحابه ويبتدي ينشر ده، وبعد شوية تبقى الفكرة اللي كانت محدودة 1 أو 2 منتشر. بيعرفوها بقت واقع كل الناس تعرفه، اللي هم بيسموها عملية التاج، إنك أنت تبعت مثلا تكتب بوست ويعني تبعته او تخلي فيه مجموعه
كبيرة أو صغيرة، وبيعملوا جروبات يعني، يعني مش عايزة أقول تفاصيل كتير، بس هم بيعملوا جروبات مثلا إنه إحنا دلوقتي هنقعد مع بعض وهنعمل كاتينج، فبقى جروب بيعمل كاتينج، إحنا بنفكر في الانتحار، فبقى جروب بيفكر في كده، وبقى بينشر الفكرة على إنه ده كل الناس بتعمل كده، لا هو واحد أو اتنين بيعملوها، والاتنين دول عايزين ينشروا الفكرة وبيتاخد اتجاه كله غلط. المشكلة كمان في الفرق بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين وسائل الإعلام التانية، ان انت بتكلم نفسك، فانت بتحط فكرة والناس بتجري وراها، ومحدش بيتدخل علشان يوجه المسار او يعدله او يناقشك بطريقة منطقية او علمية، فدي بتنتشر انتشار الدخان يعني، اللي هو بيسموه طبعا الدكتور ياسر ترند، يعني انك انت تحط خبر كده ويعني هذا الخبر ينتشر زي ما بتقول الدكتورة نهلة كالنار في الهشيم زي ما بيقولوا.